السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في تفسير جديد. واليوم إن شاء الله سوف يكون حول تفسير رؤية شراء الأرض في المنام. فهذا نحن نعلم أن كل منا يحلم بأرض، شراء أرض، ربما لبناء سكن أو ربما فقط لتملك الأرض. فالأرض هي جزء من الإنسان منذ يعني بداية خلقه على الأرض. لذلك الأرض عندما يرى الإنسان في منامه أنه يشتري أرض، فإنه يعني الإنسان يشعر بسعادة ويريد أن يفسر ماذا تعني شراء الأرض في المنام. سوف نبدأ بالبنت العزباء. البنت العزباء التي ترى في منامها أنها تشتري أرضا، هذه الرؤية قيل أنها تدل على زواج هذه الفتاة من رجل سيكون ثري، يعني أنها ربما ستتزوج من شخص له مكانة مرموقة في المجتمع أو رجل ثري تاجر عظيم. من بين كذلك التفسيرات التي طرحها ابن سيرين في رؤية البنت العزباء لشراء الأرض في منامها، يدل لها ربما على أن هذه البنت لها أمنية أو لها رغبة تريد وتطمح للوصول إليها وستصل إليها إن شاء الله. كذلك للبنت العزباء رؤية أنها تشتري أرض، وهذه الأرض يعني قاحلة، يعني لا يوجد بها خضرة، يعني ترى أن الأرض لا يوجد فيها شيء. فهذه الرؤية تدل على أنها ستتزوج من رجل ربما سيء الطباع، وربما سيعامل هذا الرجل يعني معاملة جافة كالأرض، يعني جافة. كذلك قيل في رؤية شراء الأرض الجافة أو القاحلة في المنام، البنت المتزوجة قد تدل لها على المشاكل والعقبات التي ستتعرض لها في حياتها. في منام المرأة المتزوجة، رؤية شراء الأرض في المنام، خاصة الأرض الخضراء الجميلة، هذه الرؤية تدل على أنها ستعيش حياة جميلة، وعلى أن هذه الرؤية كذلك تدل على الاستقرار حياتها مع زوجها، وأن حياتها ستكون إن شاء الله مليئة برفاهية والرغد في العيش. لكن إن رأت المرأة المتزوجة أنها تشتري أرض ولكن هذه الأرض جافة، هذه الرؤية تؤولها على قسمين. قيل تؤول بأنها ستعيش حياة صعبة فيها ضيق في الرزق ومشاكل وعقبات في الحياة، خاصة بكل ما يتعلق بالرزق. وقيل كذلك أن ربما أنها زوجها هو رجل جاف في المشاعر، رجل لا يعاملها بطريقة لطيفة. عندما ترى المرأة المتزوجة أنها تشتري أرض في منامها، وهذه الأرض يعني هي فرحة ومبتهجة بشراء هذه الأرض، فهذه الرؤية تدل لها على أنها امرأة طموحة، امرأة تريد أن تصل بأسرتها إلى النجاح وإلى تحقيق الكثير من الأشياء في حياتها. رؤية المرأة المتزوجة أنها تشتري أرضا، يعني أرض، لكنها ترى في منامها أنها غير مسرورة بشراء هذه الأرض، فربما هذه الرؤية تدل على حالتها النفسية، أنها يعني ربما محبطة أو مكتئبة، ربما للحالة المادية أو ربما لتعامل زوجها معها غير لائق. في منام الحامل، رؤية شراء الأرض، خاصة إن كانت هذه الأرض كبيرة وخضراء وجميلة، تدل لها على أنها سترزق بمولود ذكر. كذلك قيل في رؤية شراء الأرض للحامل تدل على سلامة وصحة جنينها، وكذلك أنها ستلد بخير. رؤية كذلك شراء الأرض الجميلة الخضراء التي ترى المرأة الحامل في منامها أنها فرحة بشرائها، تدل لها على أنها إن كانت تعاني من بعض الخلافات والمشاكل الزوجية، فإن كل هذه الأشياء إن شاء الله ستهون وسيتم الصلح مع الزوج. هذا كل ما يدور حول تفسير رؤية شراء الأرض للمتزوجة، للحامل وللعزباء. الآن سنمر لرؤية شراء الأرض في منام الرجل. رؤية شراء الأرض في منام الرجل تدل له على المكان الاجتماعي العالية، أو ربما وصوله إلى منصب مرموق، خاصة إن رأى في منامه
أن الأرض التي اشتراها هي أرض خضراء جميلة المنظر وكبيرة، كلما كانت الأرض كبيرة يعني يعني عندما تراها تحس بالبهجة، فهذه الرؤية تدل على المكانة الاجتماعية العالية للرجل. شراء الأرض في منام الرجل بصفة عامة، وخاصة كما قلت إن كان هو فرح بشراء هذه الأرض وكانت الأرض خضراء، تدل على حياة سعيدة، على رزق كبير، وعلى الراحة النفسية التي سوف يشعر بها هذا الرائي في المستقبل. من رأى في منامه أنه يشتري أرض ويبني سورا حولها، فهذه الرؤية تدل على أن هذا الرجل، هذا الرائي، هو شخص طموح ومجتهد، ويعمل يعني بكد لينال رزقه من حاله. رؤية الرجل في منامه أنه يشتري أرض ويقسمها مع شخص آخر، يعني يرى الإنسان أنه اشترى أرض ويشرك فيها شخص آخر. يعني مثلا أقول أنا اشتريت هكتار فأقسمه على النص، أنا أخذ نصف الهكتار والنصف الآخر لشخص آخر. هذه الرؤية تدل للرائي على أنه سيدخل على شراكة تجارية بينه وبين الشخص الذي رآه في المنام، خاصة إن كان هذا الشخص معلوم، فهذه الرؤية تفسر على أنه سيدخل في شراكة تجارية مع هذا الشخص الذي رآه في منامه، والله أعلم. هذا كل ما يدور حول تفسير رؤية شراء الأرض في المنام. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد، فصلوا وسلموا على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى موضوع قادم.